المغرب الفاسي بعد انتكاسة التعادلات والخسائر في المباريات الفائتة. الماصي يعود اليوم في مباراة صعبة أمام نادي عريق وكبير باسم النادي القنيطري يوم السبت على الساعة 3:30 جوالا بالملعب البلدي في القنيطرة بتوفيق لفريقنا الغالي. إذا كنت أول مرة تشاهد ماصليف اشترك وفعل جرس ليصلك كل جديد من فضلك. شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء في فيديو جديد.